السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي متابعي قناة دورات الترجمة، أهلا وسهلا فيكم. حديثنا راح يكون عن الترجمة الشفوية. وضعنا بعض التسجيلات اللي بتمنى تكونوا شفتوها، والآن يمكن آن الأوان لأني أحكي عن بعض الجوانب النظرية الخاصة بالترجمة الشفوية. عندما نتحدث عن الجوانب النظرية وفقا للباحثين، يعني نتحدث عن عدة أشياء، من بينها مثلا كيف تحدث الترجمة الشفوية، ما هي الظروف التي تحدث فيها، يعني وأشياء أخرى سأتحدث عنها الآن أولا بأول. بداية، التسجيلات التي عملتها عبارة عن تسجيلات كنت جالس في البيت وأنا أترجم دون أن يكون عمل مطلوب مني. ماذا يعني ذلك؟ عندما نترجم نحن في المؤتمرات عادة نكون تحت توتر، تحت ستريس، أنه لا نستطيع أن نغفل أي كلمة أو أي شيء في الترجمة الشفوية. وهذا الشيء يعني يفرض علينا الدقة الكاملة. ومن هنا يعني عندما يكون إنسان أحيانا تحت توتر يستفيد بأنه يجعل ترجمته قريبة جدا إلى الدقة إلى أعلى درجة ممكنة. أما لما يكون مثل وضعي عندما كنت أترجم في البيت، فمن الطبيعي أن تكون هناك نوع من الاسترخاء، لأنه لا يوجد من يراقب، لا يوجد من يعني يسمع الترجمة الشفوية، لا يوجد عميل أمامي، فلذلك ربما تخف الدقة أحيانا. هذا هو الفرق بين الترجمة الاعتيادية التدريبية وبين الترجمة الشفوية في الميدان. هذا من ناحية. هلأ من ناحية أخرى، كيف نقارب ونتعامل مع الترجمة الشفوية التي أمامنا؟ نستطيع أن نفعل ذلك بمقارنة النص الأصلي مع النص المترجم، ثم نعمل دراسة نقدية، دراسة يعني نظرية حول هذه الترجمة كيف كانت. نركز على وجه الخصوص بعدة أشياء. العنصر الأول، نركز مثلا على الموضوع، نركز على الطريقة التي كانت فيها الترجمة الشفوية، نركز مثلا على الدروب اوت اند كومبنسيشن، هل هناك اشياء اغفل عنها المترجم، هل كان ذلك عن عمد ام لا الى اخره. ما هي العناصر التي نتحدث عنها بالتحديد؟ نتحدث بداية يعني هذه الترجمة التي كانت موجودة، اولا ما هو نوع النص الذي يترجمه المترجم؟ فاذا كان ترجمة خطاب مثلا، هل هو نفسه ونفس التحديات التي يواجهها بترجمة شيء دورة تدريبية مثلا؟ ثم نحاول أن نعرف ما هي التحديات، ما هي التحديات التي واجهها المترجم الشفوي في أثناء الترجمة. هل كانت السرعة؟ هل كانت رداءة الصوت مثلا؟ هل كانت على سبيل المثال الانتقال من موضوع إلى آخر بسرعة؟ هل كانت مشكلة بالانتيسيبيشن؟ هل كانت مشكلة في الصوت، نبرة الصوت للمترجم؟ هل كان مثلا تقطع كثير جدا؟ ننظر هذه الظواهر ونحددها، نحدد التحديات، ومن خلال هذه التحديات تصدر يعني يصدر شغلتين مهمات جدا. الأولى، ما هي الاستراتيجيات الناجحة التي طبقها المترجم الشفوي لكي تمشي الأمور بسلاسة ويقدم الرسالة والنص دون أي مشكلة. هناك أيضا، ما هي الأخطاء والهفوات التي يقع فيها المترجم؟ عندما نتحدث عن الأخطاء، نحن لا نريد نعمل شيء يسمى naming and shaming. هي ليست قضية المترجم فلان أخطأ ولا ندري لماذا أخطأ وإلى آخره، لا. الخطأ من أجل أن نعرف ما هو سبب الخطأ، هل هو هذا الخطأ الذي حدث تحت سيطرة المترجم أم أنه من الظروف الخارجية التي لا يستطيع أن نتحكم بها، وما هي التوصيات التي يمكن أن نعملها، وبنفس الوقت نتأكد من الموتيفيشن. ما هو الموتيفيشن عند المترجم؟ ربما المترجم أخطأ بشيء معين لكن كان ذلك له مسوغ. وننظر أيضا هل تمكن المترجم من تصحيح الخطأ لاحقا، وهذا الشيء يعني له خصوصية في الترجمة الشفوية نسميها editing. هل عمل editing؟ هل غير نفسه، صلح نفسه مباشرة، أم أنه يعني تغافل عن الخطأ نهائيا وأدى إلى إساءة النقل في بالنسبة للرسالة، أو إلى إيصال معنى مضاد أو إيصال معنى غير صحيح؟ هل تمكن المترجم من نقل النبرة الصحيحة؟ يعني النبرة الصحيحة على سبيل المثال، أنه هل كان المتحدث عاطفي فترجم المترجم بطريقة روبوتية؟ هل كان هناك مثل موج البحر كلام المترجم، بمعنى آخر أن الكلام يعني يطلع وينزل بطريقة سلسة وجميلة أم لا؟ كل هذه الأشياء نحن نبحث عنها دائما بالنسبة لمناقشة الترجمة. ولكن هناك أمر مهم جدا، من الذي ينظر إلى هذه الترجمة؟
الذي ينظر إلى هذه الترجمة من أجل أن يؤدي كل هذا النقد هناك نوعان. النوع الأول هو الباحث الدارس الذي يتقن نظريات الترجمة ويفهمها، وهو أيضا مترجم. هذا شيء ضروري جدا، أن يكون مترجما شفويا قادرا على ذلك. الذي يفعله هذا الناقد بهذه الحالة أنه يعني يأخذ النص الأصلي ويعمل ترجمة كاملة بنفسه بالبداية، ويقع في الأخطاء ويعرف المشاكل التي لديه لكي يتمكن من معرفة وجهة نظر المترجم الذي أدى الترجمة الشفوية، فيستطيع أن يسدد ويقارب. فهذه الناحية الأولى. أما الناحية الأخرى فهناك المتدرب الطالب الذي ينظر إلى هذه الترجمة. المتدرب عليه أن يعرف بأنه يجب عليه أن ينظر إلى الأخطاء على أنها لا تجوز أن تحدث، ولكنه أيضا يجب عليه أن يعرف الاستراتيجيات التي تتبعها المترجم، ويحاول أن يتحاور مع المترجم إذا أمكن من أجل أن يعرف كيفية التغلب على هذه الأخطاء أو سبب هذه الأخطاء، ليسأل المترجم مثلا هل هذا الخطأ الذي ارتكبته كان قصدا من أجل أن تحل مشكلة أخرى، أم أنها هفوة حدثت معك، وما هي الاستراتيجيات التي اتبعتها على وجه التحديد. لكننا في الوقت نفسه يعني قضية التعامل مع الأخطاء هي قضية حساسة جدا، ليس لي شخصيا، أنا لا أهتم يعني كثيرا بالموضوع، لكن القضية بأنه إذا ترجم أحد أي ترجمة، إذا سمعت أي ترجمة شفوية على تلفزيون أو على أي قناة إخبارية أو شيء من هذا القبيل، نرجو عدم إصدار الأحكام على ذلك الشخص، هذا جيد هذا سيء هذا إلى آخره، ليس بهذه الطريقة. إذا أرد أن يكون النقد صحيح بناء علمي، يجب أن يكون مبنيا على الخطوات التي ذكرتها قبل قليل. أولا حدد نفسك، هل أنت عبارة عن طالب أم أنت باحث، أم أنك مستهلك للمعلومات فتريد أن تعرف إذا ما كانت المعلومة صحيحة أم لا. وعندما تشير إلى هذه الأخطاء، يعني أولا يجب الإشارة إلى الاستراتيجيات التي اتبعت لتصحيح الأخطاء، نركز على ذلك. يعني لا نريد أبدا أن نكون في موقف الانتقاد، نريد في موقف أن نكون في موقف النقد البناء الجميل الصحيح الهادف الذي يريد أن يوصل رسالة في النهاية. على كل حال، هناك نقطة أود أن أثيرها في هذا التسجيل الآن، حول مهارة معينة، أو هو ليس مهارة إنما هي عبارة عن تحدي يحدث في الترجمة الشفوية، وما هي المهارات التي يمكن أن تتبع. هو صراحة بالنسبة للمهارات، يعني ربما لا أستطيع أن أتحدث عنها كثيرا بقدر ما أستطيع أن أذكر التحدي الموجود. التحدي هو أننا في الورشات التدريبية عادة عندما يتحدث أي شخص في الورشة التدريبية، نترجم عادة في الترجمة الشفوية sense for sense، يعني نترجم الأفكار، نترجم المعاني، ولا نلتزم بالحرفية الكلام كثيرا. يعني نلتزم أحيانا بالحرفية، أحيانا لا نلتزم حسب السياق، لكننا نركز على تفهيم الأشخاص الفكرة. فعندها تكون الترجمة الشفوية جيدة وممتازة إذا نقلت الفكرة نفسها وأدت إلى الأثر المطلوب. الأثر المطلوب، ولا ننسى البراغماتيكس اللي هي الإلوكيوشنري بيرلوكيوشنري وإلوكيوشنري، هدول اللوكيوشنري إلوكيوشنري بيرلوكيوشنري اللي هي acts of the speech acts اللي معروفة هي بالبراغماتيكس. فعندما يعني الأثر يكون جيد، التدريب يمشي، بتكون أنجزنا مهمتنا على أتم بوجه. المشكلة التي تحدث الآن في الكلام الذي يكون مثل البيانات الرسمية أو الخطابات الرسمية، ما الذي يحدث فيها؟ الذي يحدث بأن المترجم يقع تحت ضغط أنه يجب أن يترجم كل شيء، ليس فقط فكرة كفكرة، إنما أيضا من كلمة إلى كلمة أحيانا، ونبرة إلى نبرة، وصوت إلى صوت، وهذا جدا يعني يجعل عبء فكري وذهني هائل جدا على المترجم الشفوي. تزداد الصعوبة أكثر، وهذه النقطة التي أريد أن أخصص لها الحديث في هذا التسجيل، تزداد التحديات ويعني بطريقة كبيرة جدا، إذا ما كان الكلام الذي يتحدث فيه المتحدث متقطع، يعني ينتقل من فكرة إلى أخرى مباشرة دون أي مقدمات. سبب ذلك التحدي، ما هي مشكلة هذا التحدي؟ التحدي هو أننا يعني أستطيع أن أشبه المترجم الشفوي أحيانا بالسيارة في فترة الشتاء، عندما تحاول أن تحمي السيارة قليلا لكي تصل إلى درجة حرارة معقولة لكي تمشي. فالمترجم الشفوي عندما يكون في الترجمة الشفوية يحتاج إلى دقائق، إلى بضع دقائق لكي يفهم الموضوع، وبعدها يسيطر عليه ليتمكن بسهولة من ترجمته بالاعتماد على ذاكرته وبالاعتماد على ما فهمه من كلام الشخص، ليربط الأمور بينها. يعني
إذا أما المتحدث إذا كان ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر مباشرة دون أي مقدمات، فالتحدي هنا بأن المترجم يعني بالكاد فهم النقطة الأخرى ليبني عليها ما يسمى من مهارات المترجم اللي هي الانتسيبيشن، يحاول أن يتوقع. فإذا لم يتمكن من التوقع تحدث له مشكلة، لا يستطيع أن يعرف كيف يترجم. المشكلة أنه يعني بعد ما أنني أترجم مثلا وأبني كل توقعاتي، فجأة يتغير الموضوع وعندها أبدأ مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة، فذلك يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا. هذه مهارة إذن نحاول أن نتعامل معها في هذا التحدي. كيف نطبق هذه المهارة؟ أنا ما أوصي به هو فقط أن نجرب أنفسنا دائما في بعض التدريبات التي فيها خطابات رسمية، التي فيها بيانات من النوع الذي ينتقل فيه الشخص من موضوع إلى آخر، ويعني ونحاول أن يعني نترجم قدر الإمكان بما نستطيع. أهم قاعدة هنا ألا نوقف التسجيل، يعني أمامك تسجيل تحاول أن تتدرب عليه من النوع الذي ينتقل فيه المتحدث من موضوع إلى آخر، حاول قدر الإمكان ألا تتوقف. درب نفسك على هذه الطريقة مرة تلو أخرى تلو أخرى إلى أن يعني تنمي هذه المهارة. هذا ما أستطيع أن أقول. عدت إلى ملفاتي القديمة قبل أكثر من 10 سنوات في مجال الترجمة الشفوية، بعضها simulations يعني ملفات وهمية، وبعضها فعلا وجدتها عن طريق الإنترنت مثل خطابات تفي بهذا الغلط. يعني فيه شخص مثلا ينتقل من موضوع إلى آخر بسرعة رهيبة جدا وتسبب عبء، و سأعرضها عليكم الآن. بالبداية سأعرض عليكم تمرين، هذا التمرين سأخبركم يعني سيوضح المشكلة التي لدينا. التمرين بسيط جدا، هو عبارة عن ملفات التوفل كما تجدونها على الشاشة الآن هنا. هذه الملفات السمعية للتوفل، امتحان التوفل، فيه شخصان يتحدثان، الأول يسأل سؤال أو يتحدث بشيء والآخر يجيب أو الآخر يعقب على الكلام، وينتهي التسجيل مباشرة ينتقل إلى شيء آخر. فإذا يعني لم ننتبه 100% الكونسنتريشن إذا ما كان عالي، راح علينا السؤال كله وخسرنا العلامة في الامتحان. هذا التمرين أنا أحب أن أدربه دائما للطلاب، لأنه يحاول أن يعرفهم بهذه المهارة. أنا لا أطلب إلى الطلاب أن يحلوا هذه المشكلة أو التحدي، إنما أطلب إليهم التعرف على هذه المشكلة ليروها بأنفسهم. يعني هي مشكلة يعني موجودة، فتعالوا نجرب هذا التسجيل. هناك مقدمة سوف أتجاوزها وبعد ذلك سأنتقل إلى يعني مباشرة. Test. I'm not sure if I like this hat on me. Do you like it? I think it brings out the green in your eyes. Look in the mirror and see for yourself. انتهى الحوار، لاحظته؟ يعني جملتين وانتهى ووقفنا الآن. يعني إن لم نترجمها خلاص راحت الترجمة نهائيا وانتقل إلى موضوع آخر. هذا الذي يحدث معنا دائما في الخطابات. فإذا لو بدأت ترجمها شفويا ممكن أن يعني أتردد ما المقصود. فالمرأة سألت: لست متأكدة إذا ما كانت هذه القبعة تليق بي أم لا. فقال لها: It brings up the green in your eyes. تعالوا حلوها أنتم كمترجمين. يعني لا يوجد لدي حل غير أن أقول يعني بكل بساطة إنها تبرز اللون الأخضر في عينيك، لكن يعني غريبة غير مفهومة، عرفت علي كيف؟ وهنا لابد من الجرأة ولابد من يعني أكون إنسان مقدام خلص يترجم كما سمع بدون أي مشكلة. لاحظ أننا في الترجمة الشفوية في المؤتمرات الحقيقية عندما نسمع واحد يقول له مثلا I think it brings up the green in your eyes، الذي يحدث لدينا في هذا السياق حقيقة في المؤتمرات الورشات التدريبية، أننا أحيانا يعني لا نترجمها، ننتظر إلى تفسيرات أخرى، أو يعني نقدم كلام هيك يعني كيفما اتفق. نقول مثلا: أعتقد أنها يعني مناسبة وهيك بتعمل، ثم ننتظر منه أن يشرح أكثر. وعادة في الورشات التدريبية يشرح ويعمل ريفريزينج فنرتاح، هنا يعمل ريفريزينج فنشرح أكثر ونعود إلى الكلام الذي قاله. ف يعني مثلا لنفرض أنه قال: I think it brings up the green in your eyes. وبعدها قال لنفرض: Well, it is so beautiful and your eyes are green, you know, and so it's very good. فعندها أتذكر أعمل editing الآن وأقول: إذا فإنها تبرز اللون الأخضر في عينيك. لاحظوا أنه بكون أنا بالأصل ما ترجمتها بالأول منيح، وبعد ذلك أكدت عليها بعد ما أن فهمت الفكرة. هذه هي من التمارين. طيب نشوف اللي بعدها.
The team is making a remarkable comeback. Do you think they will win the game? They are only 10 points behind now. If they can keep playing this well, they certainly will. ايضا قطعه صغيره جدا وقصيره يعني انتقل لموضوع اخر هنا اللعبه يعني بيتحدث عن الفريق عمل كامباك هل تعتقد انه سيربح ام لا فتقول له المراه اعتقد انهم يعني متاخرون فقط بعشر نقاط فاذا استمروا يمكن ان يربحوا يعني او يفوزوا باللعبه لكننا لا نعرف ما هي اللعبه الله اعلم ما هو الفريق الذي يلعب الله اعلم ما هي القصه الله اعلم لا نعرف اي شيء عدم معرفة الشيء يعني يزيد العبء بشكل كبير جدا على المترجم ذهن المترجم يصبح جدا مشتت غير قابل على التركيز فتحدث هنا أخطاء في الترجمة إذا نعود إلى الفكرة الأساسية التي حدثنا لماذا تحدث أخطاء الترجمة من المهم جدا ألا نشير إلى الخطأ بقدر ما هو أن نشير إلى الخطأ ونقترح السبب العلمي وراء ذلك من أجل أن نتجنب ذلك في التدريبات ومن أجل أن تكون التدريبات واقعية لكي أقدم أنا دورة في الترجمة الشفوية لا أريد أن أقدم للطلاب أشياء تتحداهم وأتركهم في المشكلة ثم أبرز مواهبي أنا أمامهم كمترجم شفوي وأبهرهم بذلك وأتركهم مثل الشخص الذي تتركه في عروض البحر ولا يستطيع أن يعرف كيف يسبح نأكد على هذه النقطة إذن فننبه نقول أنا في هذه الحالة أقول للمترجم هذا التمرين الهدف منه هو أنك تتشجع وتترجم يعني كيفما اتفق المهم أنك تحاول أن تنبه ذهنك إلى أن هناك بعض الأشياء التي تستحدث في المؤتمرات قد لا تكون مفهومة ويجب عليك أن تطورها بنفسك أنت أن تعرف ما هي المهارة التي يمكن أن تعملها من أجل التغلب على هذه المشكلة إذا هذه التدريبات اللي هي التوفل التي لدي الآن إذا أردتم الأخوة الأكارم الأخوات الكريمات أن تتدربوا عليها فتدربوا عليها فقط لهذا الغرض عندما أسمع شيء لا أفهمه نهائيا ويجب علي أن أترجم فماذا أفعل؟ حاولوا أن تفعلوا ما تشاءون وتنظروا فيها وإذا كان هناك مجموعة للدعم بيناتكم على واتساب جروب مثلا أو غيرها ممكن مثلا تقولوا طيب أنا عملت هيك شو رأيك؟ أنا عملت هيك شو رأيك؟ تحاولوا تعرفوا الطرق التي يمكن حلها بشكل عام لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال حاليا لأنها تحتاج إلى interpersonal interaction تحتاج إلى social model هنا تحتاج إلى دورة حقيقية من أجل أن نتناقش فيها مع الطلاب ونتكلم بها على فكرة هناك بعض الأخوة والأخوات ذكروا لي بأنه أنا عيني لا تتوجه إلى الكاميرا لأنه صراحة على الكمبيوتر لا أعرف كيف أنظر إلى أي مكان أنظر حتى تظهر عيني كأنني أخاطبكم فأنا أعتذر لذلك لكن وجدت أنا صراحة في تسجيل هذا تسجيل سوف أضعه الآن لكم تسجيل قديم والله من أكثر من 10 سنين من أكثر فعلا من حوالي 10 سنوات تقريبا أخذته من 12 سنة بالضبط 12-13 سنة وحبيت أترجمه وقتها للطلاب وترجمت لهم إياه وحطيت الترجمة هذا تسجيل طريف من نواه لأنه فعلا ينتقل المتحدث من موضوع إلى آخر بسرعة رهيبة لا تترك مجال للمترجم أنه يسمع ويركز ويعرف الموضوع عن إيش بالضبط الله أعلم شو بيصير معه طيب كيف أنا ترجمتها بهذه الحالة نحن لسنا عبارة عن قوة خارقة سوبرمان مش موجود في الوجود فمن أجل هذا التمرين وأنا أشجعكم على هذا التمرين أيضا اللي بتعمله إنك تسمع التسجيل أكثر من مرة مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين تبدأ بالتسجيل الخاص بالترجمة تسجل أول مرة تنتبه لأخطائك شو هي ترد تسجل مرة ثانية تنتبه لأخطائك شو هي مرة ثالثة رابعة خامسة عشرة إلى أن تصدر تسجيل أنت راضي عنه وسعيد فيه هذا التسجيل اللي أنا عملته وقتها كان صراحة بعد عدة محاولات يعني أو عدة محاولات ليس بتسجيل بس بالسماع فسمعته مرة مرتين ثلاثة فهمته حللته وكل شيء وفهمت كل شيء عنه وبعديها في الدورة التدريبية تلك طرحت عليهم التسجيل فترجموا بعد ما أعطيتهم الإرشادات وكل شيء وبعدين قلت لهم خليني أنا أجرب هلأ بعد كل هالمحاولات اللي أنا عملتها خليني أشوف شو إذا حسيت أنه هو مناسب فهو يثبت الفكرة بأنه نحن في مجال التدريب عندما نحاول أن ندرب أنفسنا على الترجمة الشفوية نحن لما نتدرب ليس مثل مؤتمر فمن الخطوات التي ننصح بها أنه التسجيل نفسه اسمعه عدة مرات اسمعه 1000 مرة إذا بدك المهم ما تبدأ في الترجمة إلا ما تكون سابع كتير لما تبدأ وتسجل ما تستحي كمل للآخر دون أي مشكلة ما حدا عم بيسمعك أصلا يعني ما حدا عم بيدقق عليك
وعيد التسجيل عدة مرات، وبذلك هذا هو التدريب. يعني بيسألوني ناس كيف أدرب حالي على الترجمة الشفوية، هي الطريقة، يعني هي طريقة جيدة جدا أنك تسمع. على كل حال أنا بدي إياكم تركزوا فيه، راح تسمعوا الآن هذا التسجيل بالإنجليزي أول لمدة 7 دقائق، بدي إياكم تسمعوا وتشوفوا اللي هو تتابع المعلومات كيف عم بتصير، كيف عم بنتقل متحدث من معلومة إلى أخرى دون أي انقطاع، و يعني موضوع بيدخل بموضوع ثاني بموضوع ثالث إلى آخره. فأنا And now give the floor to the Minister for Development, Cooperation, Migration and Asylum Policy and Acting Minister for Foreign Affairs of Sweden, His Excellency Mr. Jan Carlson. Mr. President, in the early morning of September 11, 2003, our Foreign Minister Anna Lindh died, murdered in a senseless crime. One of Sweden's most prominent and respected leaders is gone. We have lost a part of our future. She spoke for the oppressed, for the victims of human rights violations. She worked for international peace and justice and for multilateral cooperation. The voice of Anna Lindh has been silenced, but a burning conviction echoes with us. Mr. President, we meet at a time when the United Nations is facing difficulties and doubts. The capability of the United Nations has often been in question. Despite crises and shortcomings, the UN always stood these tests. The United Nations was indispensable in 1945, and it still is. Mr. President, global security cannot be reached by unilateral action. Locking ourselves in will not bring peace, development, democracy, or respect for human rights. We must work together to define and address emerging challenges for multilateral solutions. The Secretary General recently said, and I quote, "We can no longer take it for granted that our multilateral institutions are strong enough to cope with all the challenges facing them," end quote. I welcome Kofi Annan's challenge to us. The Nordic countries stand behind him. The United Nations and we, the Member States, must adapt. Reform is necessary to stay modern, responsive and efficient, and to retain the trust of the global civil society. International solidarity must be in focus when redefining our common agenda. Attaining the goals of the Millennium Declaration is shared responsibility. Legitimacy and authority of the Security Council must be regained. Its composition must better reflect the world of today. I believe that an agreement on enlargement with a number of non-permanent members should be reached fairly quickly, without excluding the possibility of additional permanent members at a later stage. We welcome the Secretary General's intention to establish a high-level panel to consider threats to our security and the institutional reforms required for the United Nations to respond. Mr. President, North Korea has withdrawn from the Nuclear Non-Proliferation Treaty and remains unclear about its intentions. The nuclear program in Iran, the possession of nuclear weapons in India and Pakistan, and Israel's refusal to sign the Non-Proliferation Treaty continue to cause grave concern. In several countries, nuclear weapons are accorded a growing importance in military doctrines. Discussions in the United States about the creation of a new generation of smaller nuclear arms are worrying to us. Such weapons would not contribute to a safer world, but risk lowering the threshold for the use of nuclear weapons. The threats from weapons of mass destruction can only be met by multilateral efforts.
The negative arms spiral must be reversed. The non-proliferation treaty must be universally complied with. Sweden continues to work for this goal together with its partners in the New Agenda Coalition. We need new ideas on disarmament and non-proliferation and on how to strengthen existing regimes. To this aim, Sweden has initiated an independent international commission chaired by Dr. Hans Blix. Last June, the General Assembly adopted a forward-looking resolution on the prevention of armed conflict. Sweden will continue to work for a strengthening of the capacity of the United Nations' practical preventive work. Mr. President, our focus must be the security of the individual. Violations of human rights can never be accepted. State sovereignty implies also responsibility. If governments fail to protect our people, the international community must be prepared to act. In its report, The Responsibility to Protect, the International Commission on Intervention and State Sovereignty points out important issues for the international community to take on. How could we make sure that sovereignty and independence never become a license to abuse people? How should the international community live up to its responsibility when states fail to protect their people? We must make full use of instruments available to avoid war. The Security Council must be ready to act on early warning signals on threats of mass violations of human rights. Mechanisms to prevent such situations may be intrusive in character and need to be strengthened based on accountability and international law. As the Secretary General said in his speech on Tuesday, the Security Council needs to seriously discuss the best way to respond to threats of genocide or other comparable massive violations of human rights. Prevention of genocide will be the topic for the Stockholm International Forum to be held in my country in January next year. There must be an end to impunity. The International Criminal Court is now operational. The court will act as a deterrent to perpetrators and a universal and equal tool for justice. Mr. President, 2 years ago, Foreign Minister Anna Lindh was accompanied to the General Assembly by her then 11-year-old son, David. When he entered into the hall, he asked, "Mum, where are all the women?" He saw what many of us seem blind to. There are too few women here, as in Vetu. طيب الآن بعد ما سمعتوا هذا التسجيل أعتقد أنه بإمكاني أحط لكم الآن الترجمة اللي أنا عملتها وبأكد مرة أخرى إذا نسيتوا بأكد لكم مرة ثانية أنه لما تسمعوا الترجمة الهدف منها أنه تشوفوا الأشياء اللي أنا عملتها الأشياء الصح الغلط التحديات بتمنى لكم كل التوفيق وتابعونا دائما إن شاء الله دائما في عنا أشياء جديدة فأترككم مع التسجيل الآن أعطي الآن الكلمة إلى وزير التنمية ووكيل وزير الخارجية السويدي السيد يان كارلسون تفضل وهو أيضا وزير الشؤون السياسية واللجوء السيد الرئيس في صباح 11 من أيلول 2003 ماتت زميلتنا وزيرة الخارجية أنا ليند السويدية ماتت وقتلت في جريمة بشعة وقد لقد خسرنا قائدة كبيرة جدا في عالمنا لقد خسرنا جزءا كبيرا من المستقبل لقد كانت تتحدث لتكون صوتا لمن لا صوت لها للمضطهدين عملت للأطفال عملت للعدالة الاجتماعية والعالمية عملت على مدى مجال التعاون الخارجي والدولي لقد أسكت صوت لين صحيح أن هذا الصوت قد أسكت ولكن هنالك صوت أكبر منه في قلوبنا إننا الآن
نستنكر ذلك ونجد الآن أنفسنا في إننا الآن نعيش أوقات عصيبة بالنسبة للأمم المتحدة، لأن الآن أصبحت الناس يتساءلون عن قدرات الأمم المتحدة، ومع ذلك فقد رأينا أن الأمم المتحدة في الماضي قد قدمت جهودا كبيرة جدا لا بأس بها، وفي عام 1984 قد قدمت جهدا حساسا غير ملامح التاريخ، ولكن هذه التقدمات لن نستطيع أن نحصل عليها من خلال أعمال حيادية أحادية عفوا، ولكن نحتاج لتعاون فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان وقضية كافة التحديات، ونتعامل معها على أساس التعاون. لقد قال الأمين العام شيئا وأنا الآن أقتبسه، قال بأنه لا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار فقط بأن علاقاتنا متعددة الأطراف أنها كافية للتعامل مع التحديات الجديدة. إنني أرحب بهذا التحدي الذي قدمه كوفي عنان لدينا الأمين العام، ونحن كلنا بلداننا وراءه وندعمه، وإننا نحن أعضاء الأمم المتحدة يجب علينا أن نوائم أنفسنا مع ذلك، ويجب علينا أن نقوم باتخاذ ما يمكن عمله، وذلك من أجل إعادة الثقة في المجتمع المدني فينا. نحتاج إلى تضامن دولي، نحتاج إلى تحديد أجندتنا الجديدة. إن تحصيل الأهداف التنموية الألفية التنموية كلها مهمة، يجب علينا أن نفعلها، ويجب أن نستعيد الثقة بمجلس الأمن. يجب أن يكون هنالك انعكاس أكبر وتمثيل أكبر مجلس الأمن للعالم بشكل عام. إنني أعتقد بأن فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين عدد الأعضاء غير المصوتين في المجلس يجب أن يزداد، ويجب أن يزداد فيما بعد الأعضاء الدائمين العضوية في المجلس. إننا نعمل على نوايا المجلس، وذلك من أجل وضع هيئة للتحدث عن قضية الإصلاحات وقضية التهديدات التي تعرض بها الأمن. سيدي الرئيس، نتطرق الآن لموضوع شمال كوريا الشمالية. لقد انسحبت من معاهدة نشر الأسلحة النووية، ونحن لا نعلم نواياها أبدا. لدينا أيضا إيران، فوضعهم غير مفهوم، وأيضا الهند وباكستان، ولدينا إسرائيل التي تستمر بعدم توقيعها لاتفاقية المذكورة. كل ذلك يسبب لنا مصدرا كبيرا للقلق. هنالك بعض الدول التي تسجل استيرادا كبيرا للأسلحة، هنالك أيضا استيراد الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، تسبب لنا في الواقع نوعا من القلق، إنها قد تشكل عتبة لاستخدام الأسلحة النووية. أيضا قد يكون هنالك بالنسبة لأسلحة دمار الشامل. لا يمكن أن نواجه هذا التحدي إلا من خلال تعاوننا كلنا مع بعض. يجب أن نعكس روح القتال لروح السلام، ويجب علينا أن نحقق الامتثال العالمي لذلك. إننا في السويد، وحكومة السويد ما زالت ملتزمة ومستمرة في الالتزام مع زملائها في هذا التحالف. إننا نحتاج لأفكار جديدة فيما يتعلق بوقف انتشار الأسلحة النووية، ولهذا الغرض فقد بدأت السويد بإنشاء هيئة مستقلة دولية يرأسها الزميل أحد الزملاء، ولدينا في حزيران في الواقع فيما يتعلق بقضية النزاعات، وإن السويد تستمر العمل على تعزيز القدرات الخاصة بالعمل الوقائي للأمم المتحدة. سيدي الرئيس، إن تركيزنا هنا الآن يجب أن يكون على أمن الفرد قبل كل شيء، وكل الانتهاكات التي يتعرض لها حقوق الإنسان لا يمكن أن نقبلها بعد الآن. وأيضا صحيح أن الدول لديها سيادة واستقلالية، ولكن هذه الاستقلالية لديها التزام حماية أفرادها، فإذا لم تكن الدولة قادرة على حماية أبنائها، فيجب على المجتمع الدولي أن يتدخل. يجب علينا أن نتدخل من أجل الموائمة بين هاتين الشيئين، وهذه القضية تثير مسائل كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي لعمله. كيف يمكننا أن نتأكد بأن الاستقلالية والسيادة لن تكون رخصة للدول لأن تسيء التعامل
اختراق حقوق الإنسان؟ كيف يمكننا أن نتدخل عندما تفشل هذه الدول في حماية أبنائها وشعبها؟ يجب علينا أن نستخدم كافة الأدوات الممكنة لمنع الحرب. يجب على مجلس الأمن أن يكون مستعدا لرد الفعل مباشرة إذا ما كان هنالك أي إشارة لوجود خروقات كبيرة لحقوق الإنسان. ويجب علينا أن يكون لدينا هذه الأشياء، ويجب علينا أن نشددها وفقا لمبدأ المساءلة وفقا لمبدأ القانون الدولي. وكما قال السيد الأمين العام في يوم الثلاثاء الماضي، يجب على المجلس الأمن أن يناقش الموضوع بشكل جاد للتعامل مع قضية الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان والقتل الجماعي والإبادة الجماعية العرقية، وهذه ستكون وستكون موضوع مؤتمر سوف يعقد في كانون الأول الثاني في بلدي السنة القادمة. ويجب أن يكون هنالك نهاية لقضية الإفلات من العقوبة، ويجب على كافة المجونات أن يقدموا إلى العدالة مهما كانوا ومن أي مكان كان. سيد الرئيس، قبل سنتين من الآن كانت زميلتنا المرحومة أنا ليند مع ابنها الذي كان يبلغ 11 عاما في السنة الماضية. عندما دخل إلى القاعة سأل أمه فقال لها سؤالا عجيبا: أين هن النسوة الأخريات؟ لقد رأى شيئا لم نره نحن، كنا عميانا عنه، أنه هنالك عدد قليل جدا من النساء في هذه القاعة.